أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأحبتي من النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاشر الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد وقفنا في فضائل الذكر حول أن الذكر، أن الله سبحانه وتعالى يعطي عليه ما لا يعطي على غيره من الأعمال الصالحة بكثير من الأجر والثواب. وروينا في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، إلا وحطت عنه 100 خطيئة ورفعت له 100 درجة، وكان عدل ذلك من الأجر، عدل عتق 100 رقبة، وكانت حرزه حرزا بينه وبين الشيطان. هذا أجر عظيم على كلمات معدودة محسوبة، لأنها عند الله عز وجل بمكان. ثم روينا أيضا في ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. من قالها مرة إلا وحرم الله روع جسمه على النار، ومن قالها مرتين إلا وحرم الله نصفه، ومن قالها ثلاث إلا وحرم الله عليه ثلاث أرباع من جسمه على النار، ومن قالها أربعا إلا وحرم الله جسمه كله على النار. في هذا خير عظيم وفضل عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهمة العالية لمن شهد في ذكره. وأيضا حديث الاستغفار، من قال حين يأوي إلى فراشي: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات غفرت ذنوبه ولو كانت مثل الرمل ولو كانت مثل زبد البحر. وأحاديث كثيرة في هذا الباب. واليوم إن شاء الله نقف على الفضيلة 34 من فضائل الذكر، أنه يوجب الأمان من نسيانه سبحانه وتعالى. الذي يذكر الله كثيرا، هذا الذكر يكون سبب أمانه من نسيان الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل في عموم قوله سبحانه: نسوا الله فأنساه أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لأنك إذا نسيت الله أنساك في نفسك، وإذا أنساك في نفسك ضاعت منك دنياك وآخرتك كلها، تعيش مقترا عليك في الدنيا ومقترا عليك في الآخرة. فمن فضائل الذكر أنه موجب للأمان من نسيان الله سبحانه وتعالى، لأن من أنساه الله عز وجل في نفسه عاش في هذه الدنيا عيشة ضنكا. وقد صدق الله عز وجل حين قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. معيشة ضنكا، ووصفت المعيشة هنا بالضنك أي بالضيق في المعيشة. وقد فسر بعض المفسرين المعيشة هنا بأنها معيشة عيشة البرزخ، لكن الصحيح أنها عيشة في الدنيا وعيشة البرزخ. في الدنيا يصيبه الضيق
ويصيبه الضنك، وتنزل عليه البلاو، وتحل به المصائب والرزايا والمحن، يعيش دنياه في مشقة وتعب. وقد نص على ذلك القرآن في مواطن عديدة، منها قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا في ماذا؟ في الآخرة. في الآخرة، لأن الذي يكثر من ذكر الله عز وجل في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يؤمنه من نسيانه، لا ينساه. قد قال بعض العارفين في ذلك: يا من إذا قلت يا مولاي لباني على تكاثر أعراضي وعصياني، أعصيك تصوني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ فكيف ينسى الإنسان الذي يرزقه والذي يحييه ويميته؟ الإنسان ينام وهو في الله يتوفى الأنفس حين موتها ولم تمت التي لم تمت في منامها، واستيقظ به ويأكل بقوة الله عز وجل وقدرته، كيف ينسى هذا العبد، هذا المنعم سبحانه وتعالى الذي يتقلب العبد في نعمه من نعمة إلى نعمة؟ يتقلب العبد، يتقلب في النعم: نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة البصر، نعمة الهناء، نعمة الإيمان، نعمة الفلاح، نعمة الرزق، نعمة صلاح الأمل، هي نعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يتقلب الإنسان من نعمة إلى نعمة، فكيف ينسى الإنسان المنعم؟ كيف ينسى هذا المنعم سبحانه؟ هذا معنى قول هذا العارف: يا من إذا قلت يا مولاي لباني، ورغم نسيانك تقول يا رب، يقول يا عبد ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ فإن كنت في غم وفي كرب فرجع عنك، وإن كنت في ضيق وسعى عليك. سبحانه وتعالى لا إله إلا هو: يا من إذا قلت يا مولاي لباني على تكاثر إعراضي ونسياني. وفعلا من حال العبد أنه كثير الإعراض عن الله، وكثير النسيان، وكثير الغفلة، هذه من أحواله التي تغلب عليه. أعصيك تسترني، سبحانه، نحن نبارزه بالمعاصي وهو يسترنا، ولو كشف الله عز وجل على ما في قلوب العباد من المعاصي من هذا العبد المذنب إلى ما يكون لرأيت العجب العجاب. وكل هذا يسره المولى جل وعلا لأنه ستير. ودابا خاصه في عام عاد تشوع، اذا تنازعت انت وانسان يبرز عيوبك ومصائبك، كل ما يعلم الا ويؤذيه للناس، ولكن الله نبرزه بالمعاصي ورغم ذلك يسرنا سبحانه وتعالى، لا اله الا الله، لكي نتوب اليه ونرجع اليه. هذا معنى اعصيك تسرني انساك تذكرني، اي انساك من الذكر وتذكرني بالمدد، بمدد الرزق ومدد الصحة والمدد لا متناهي. فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ فكيف ينسى العبد هذا الرب الذي لا ينساه، لا يغفل عنك طرفة عين؟ ولو غفل عنك الله سبحانه وتعالى طرفة عين لما نمت ولا ما أكلت ولا ما شربت ولا ما مشيت ولا ما نظرت، ولكن مدده ونعمه متوالية عليك. خيري كما قال الله عز وجل في الحديث: خيري إليكم نازل وشركم إلي صاعد. شرور عباده تصعد إلى الله وخيره ينزل سبحانه وتعالى، لا إله إلا. فلا يجب أن نبارز هذا المولى جل وعلا بالمعاصي والذنوب والشرور، يجب أن نوجه هذه القلوب إلى الله بالذكر، أن نشغل أعمارنا بالذكر، نتفكر في جلال الله وفي عظمة الله وفي سلطان الله، فإن فيه جنة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، وهي جنة المعارف والأحوال، أحوال القلب سبحان الله. وقد سجن رحمة الله تعالى عليه في سجن القلعة، لأن العلماء الصالحين كانوا يقولوا كلمات الحق يسجنون ويضربون ويضطهدون، وكان من بينهم هذا الرجل الصالح، فسجن في سجن القلعة وقال: ما يفعل بي أعدائي وجنتي في صدري؟ جنة الصدر هي جنة الإيمان والأحوال والمعارف. الإنسان لا يبالي بأي شيء نزل عليه إذا كان القلب